وهنا يمكن بتكلم طبعا على كل ما يخص الصناعات الغذائية. بداية أنا بشكر حضرتك دولة رئيس مجلس الوزراء على المتابعة المستمرة. قطاع الصناعات الغذائية قطاع وطني خلال الثورات اللي فاتت كلها من 2011 وخلافه، الحمد لله لم يحدث أي نقص في السلع، الناس كانت بتسيب بيوتها وبتنزل تنتج. ما تم خلال أزمة كورونا والأزمة الأوكرانية من تواصل حضرتك والسادة الوزراء جميعا لتوفير وضمان وفرة السلع الغذائية يمكن كان غير مسبوق على مستوى العالم. احنا شفنا دول كثيرة كبرى فيها نقص وتوابير وده لم يحدث عندنا. وخلال الفترة اللي فاتت التحدي اللي كان تم نتيجة المشاكل والصعاب اللي بتتم حوالينا ونتيجة توافر العملة الأجنبية، الحقيقة أنا بشكر الحكومة لما تم من إنجاز غير مسبوق تاريخيا في جذب استثمارات كبرى هي السبب في إن احنا النهاردة قدامنا فرص باشمهندس أشرف، كبيرة اللي لخفض يهم المواطن الأسعار. حضرتك تقول له بس أنا هرجع اطمنه على لحضرتك بس الأسعار، أنا جاهز، ما هو يعني النهاردة مش م... ما يعني تم هو ده مهم. اللي هيأدي الأسعار. ما احنا النهاردة ليه الأسعار بتنزل وهتنزل أكتر؟ لأن ما تم النهاردة من جذب استثمارات أدى إلى ثقة في إن العملة نزلت وهتنزل أو في استقرار على الأقل. ونتيجة هذا الحقيقة تم، وبنشكر برضو البنك المركزي مع الحكومة، توفير كافة الموارد اللازمة لتوفير كافة الخامات والسلع الغذائية المطلوبة. فإحنا النهاردة وصلنا نتيجة هذه القرارات والوضع إن عندنا وفرة شديدة جدا. النهاردة وفرة الخامات دي حضرتك خلت إلى إن أي حد موجود في القطاع في حلقات التداول المختلفة من جملة أو تجزئة أو مصانع شايفة إن هذه الوفرة تعني إنه لازم يبيع مخزونه. في وقت كانت الناس قلقة إن هي هتقدر إزاي تجيب هذا المخزون، النهاردة الناس كلها عاوزة تنزل المخزون ده، وبالتالي الأسعار نزلت وهتنزل وهتستمر في ذلك في الفترة مع هذا الاستقرار لأن الوفرة كبيرة جدا. فأنا اللي بقوله إن فعلا النهاردة ما تم في حلقات التداول الأسعار بتنزل، المصانع نازلة أكتر مما هو النهاردة موجود على الرف المستهلك، وده معناه إن الأسعار هتبتدي إن هي تبقى منافسة أكتر. النهاردة التحدي اللي موجود بصراحة عند المصانع هي إزاي إن هي تبيع وليس إن هي تحافظ على المخزون أو اللازم منه، وبالتالي التنافسية بقت شديدة جدا. الصناعة النهاردة تشتكي من تنافسية شديدة بين المصانع المختلفة اللي عاوزة إن هي تقدر تبيع منتجاتها، وهذه التنافسية هتؤدي إلى عروض أكتر في الفترات الجاية، وبالتالي ده هينعكس على المواطن أكتر الفترة الجاية.